نعم، كانوا يخاطبون بعض المسلمين، يقول محمديكم هذا، انتبهوا محمديكم، وقال لك مسلمون. رحمة الله على حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل، أمين سر رسول الله على المنافقين على أسمائهم، توفي سنة 36 بعد مقتل عثمان بأقل من سنة. رأى التحول خطير على يد بني أمية في آخر خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، رأى كيف تحبث أيها الإخوة بنو أمية بكل شيء، كيف قلبوا الدين وكيف جاهروا بالنفاق. ومن يعني حذيفة بقوله إلا هؤلاء؟ فيما رواه عنه البخاري قال حذيفة: إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال ما في نفاق اليوم، كفر اليوم. في صحيح البخاري، انتبهوا حتى تفهموا التاريخ، بتقول ليش تاريخ وطبري وابن عبد ربه وأنت تقول عواطف؟ في صحيح البخاري عن ماذا يتكلم؟ قال اليوم ما في نفاق، اليوم كفر بعد الإيمان. هذه رواية للأكثرين، قال الحافظ: وفي رواية الكفر أو الإيمان، كفر أو الإيمان بالترديد، بالترديد أيها الإخوة. هذا هو المهم. اسمعوا القصة العجيبة، فبماذا أجابه الإمام علي عليه السلام؟ قال له: الجواب عند ابن الصيفي. أما سمعت ماذا قال ابن الصيفي؟ قلت: كلا يا أبا الحسن ما سمعت. قال: فاسمع منه. قال: فاستيقظت وهرعت إلى دار حيصبيص. حيصبيص هو سعد بن محمد المعروف بابن الصيفي، الشاعر العباسي الشهير، متوفى سنة 74 و500 للهجرة، حيصبيص مشهور. قال: فطرقت عليه الباب فخرج مذعورا، فقلت: الأمر كذا وكذا، فماذا قلت؟ فلما سمع ما قلت شهق وأجهج بالبكاء، جعل يبكي. قال: والله إن عرف بها أحد بهذه الأبيات، وإن قلتها قبل الليلة ما نظمتها إلا قبل قليل. أنا قلت في هذا المعنى بالذات. قال: عجيب، أنا كنت أفكر في قضية مظلومية أهل بيت النبي، وكيف قابل بنو أمية وآل أبي سفيان وآل مروان أيها الإخوة، آل الحكم ابن أبي العاصي وحسبك من شر سماعه، كيف قابل وعفى رسول الله وكرم رسول الله بتذبيح أهل البيت. قال: فقلت وهو يبكي: ملكنا فكان العفو منا سجية. هذه الأبيات تسمعونها، هذه قصتها، لا تقال لنا كامل القصة، انتبهوا، نصب من تحت لتحت. لا يحب، لا يراد أن تقال لنا القصص كاملة حتى تحفظ الأبيات دون أن تعرف القصة، لأن القصة تنتصر لأهل البيت، وفيها كرامة للإمام علي عليه السلام. رؤياه حق هنا، شفتوا؟ حق. قال: اذهب إلى ابن الصيفي تسمع الجواب منه. الله أكبر. قال: ملكنا فكان العفو منا سجية، فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نحن بنو هاشم وأنتم بنو عبد شمس، أنتم أبناء الحكم وأبناء أبي سفيان صخر ابن حرب. هكذا، هذا هو الفرق يا إخواني.